بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم الاندروجينز اللي هي الميل سكس هرمونز. بنتكلم على التستوستيرون فارماكولوجي اند انتي تستوستيرون او الانتي اندروجين دراكس. الاندروجين اللي هو التستوستيرون هو ناتشرالي موجود في الميل اند فيميلز. في الميل it is synthesized and produced from a testis, لكن بنلاقي كمان low concentration of testosterone موجود في الفيميل, ومينلي بيطلع من السوبرارينال اللي هي الادرينال جلاند وكمان من الاديبوس تشو. التستوستيرون بيتحول الى more potent تستوستيرون اسمه dihydro تستوستيرون, which is more potent and more active through an الرسمة. خلونا بس نذكر خلال المحاضرة انه التستوستيرون بيجي من الكوليسترول, وخلال الباثوي of synthesis of testosterone بيتحول الى حاجة اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون through enzyme called 17 هيدروكسين enzyme. هذا مهم عشان لو نشتي نقلل التستوستيرون بنعمل inhibition ل 17 هيدروكسي انزيم. كمان التستوستيرون بيتحول لمور بوتنت تستوستيرون ثرو انزيم كولد 5 الفا ريدكتيز. يعني مهم اليوم بالمحاضره ان نعرف ان التستوستيرون بيتحول الى مور اكتيف تستوستيرون من انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز, وكمان ان الباثوي اللي بيصنع تستوستيرون محتاج انزيم اسمه 17 هيدروكسيد انزيم. التستوستيرون بيطلع زي ما قلنا من التستس مينلي في الميل عبر خلايا اسمها ليديس سيلز. الليديس سيلز ار اندر انفلونس اوف ال ال اتش, يعني ال ال اتش هو بيعمل ستيموليشن للليديس سيلز انهم يطلعوا تستوستيرون. والتستوستيرون ما يطلع من الليديس سيلز بيعملوا انهيبيشن او نيجاتيف فيدباك على ال ال اتش. يعني التستوستيرون بيطلع من الليديس سيلز اندر ذا انفلونس اوف ال ال اتش, بعدين زيادة التستوستيرون بيعمل negative feedback on LH secretion. while FSH هو اللي بيهتم بالسبرماتوجينيسيس وبيعمل stimulation للسارتورلي cells يعملوا سبرماتوجينيسيس. فالتستوستيرون لما بيطلع under the influence of LH اللي طلع من anterior pituitary gland under the influence of gonadotropin releasing hormone and hypothalamus. The hypothalamus طلع gonadotropin releasing hormone تعمل stimulation للanterior pituitary تطلع لي ال LH. ال LH يعمل stimulation للليديس سيلز في التستس انها تطلع لي تستوستيرون. التستوستيرون بيتحول الى حاجه اسمها dihydro testosterone اللي هي more potent testosterone. التستوستيرون والdihydro testosterone الاثنين بيعملوا negative feedback on ال LH will gonadotropin releasing hormone. They have weak effect on FSH. What is the pharmacological action of testosterone? Testosterone هو المسؤول على sex organ formation في الميل والsecondary sexual characteristics في الميل. يعني هو المسؤول على تصنيع sex organs في الميل قبل في الفيتال life, وكمان بعد البلوغ هو المسؤول على السكس كاركترستكس في الميل, وهو اللي بيمسؤول على الميل جينيتال فورميشن بالفيتاس, وبعد البلوغ هو مسؤول على الديب فويس والثيك سكين في الميل والجروث والسكيليتال اوف البون اند سكيليتال مسل. يعني التستوستيرون هو مسؤول على زياده الطول كان بالميل او الفيميل, وكمان هو المسؤول على البلك اوف المسلز. عشان كده بنشوف انه البنية العضلية في الرجال اكثر من الفيميلز. طيب هو كيف ايش كمان ايش مسؤول على الطول في البونز. فلو شفنا انه الطول هو بيحصل باللونج بونز. اللونج بونز اللي هي معانا مثلا لونج بون, مثلا نفترضنا هذه لونج بون, الط
طول في اللونج بون بيحصل من حاجة اسمها epiphyseal plate، دي موجودة في ال end of the bone هنا. فالتستوستيرون بيعمل على زيادة في الجروث في ال epiphyseal plate، فعشان كده بنشوف ان الاولاد والبنات وقت مرحلة البلوغ بيطولوا بسرعة. ليش؟ لانه هنا التستوستيرون بيزيد بيسرع النمو في الابيفيزيال بليت فيزيد الطول في العظم، لكن بنفس الوقت هو بيعمل كالسيفيكيشن في الابيفيزيال بليت، يعني هو بيزود الطول وبنفس الوقت بيعمل كالسيفيكيشن، فالطول بيزيد 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 لحد ما ينتهي الكالسيفيكيشن في الابيفيزيال بليت وينتهي الطول الزيادة بالطول نهائيا. فعشان كده بنشوف انه اللي عندهم تستوستيرون وقت البلوغ بيطولوا فجأة، لكن مرحلة معينة بيوقف النمو. ليش؟ لأنه التستوستيرون هو سلاح ذو حدين، يعني بنفس الوقت بيزود الطول من الإبيفيزيال بليت وبنفس الوقت بيعمل كالسيفيكيشن للإبيفيزيال بليت لحد ما يحصل لها كالسيفيكيشن وما عاد تعملش نمو. فكده نشوف الناس اللي بلغوا بعمر صغير لما كان عاد طولهم قصير ما جات لهمش فرصة كبيرة انهم يطولوا، فعشان كده البلوغ اللي بعمر صغير يظل الشخص قصير لانه الابيفيزيال بليت هنا اتقفلت بسرعة. لكن اللي يبلغ بعمر شوية اكبر يكون قدو اصلا اطول شوية، فالنمو هذا السريع بسرعة يحصل وبعدين يتقفل الابيفيزيال بليت وهم قدوهم اطول شوية فبيكونوا اطول. ونشوف انه الرجال اصلا اطول من الفيميلز، ليش؟ لانهم عندهم تستوستيرون اعلى فبدا الجروث اسرع بسرعه بالاول لحد ما حصل ايبيفيزيال فيوجن. كمان التستوستيرون مسؤول على البيهيفير تشينجز في خصوصا في الرجال، بنشوف انه عندهم فيزيكال انكريز بالفيزيكال اكتيفيتي لانهم عندهم مسل بلك، مور اجريسيف عدائيين، انكريز بالليبيدو او السكشوال ديزاير. إذا جبنا شخص جرعة عالية من التستوستيرون ممكن يسبب تستيكولار أتروفي، لأنه الجرعة العالية من التستوستيرون بتعمل نيجاتيف انهيبيشن أو نيجاتيف فيدباك أون ذا إندوجينيوس تستوستيرون اللي في جسم الشخص، فيقل إنتاج التستوستيرون من التستس ويحصل لها أتروفي. فلو المريض أو الشخص أخذ تستوستيرون بكمية عالية من مصدر خارجي هذا يسبب نيجاتيف فيدباك على ال LH اللي هو normal LH axis في البودي and inhibit التستوستيرون release من التستس، وبالنهاية what is the mechanism of action of the testosterone or the other form of testosterone اللي هو اسمه dihydrotestosterone. هما الاثنين زي الاستروجين والبروجستيرون they are nuclear receptors، they have a nuclear receptor فهو بيدخلوا اللي هي النيوكليوس بيعملوا stimulation of حاجة اسمها androgen receptor element موجودة في DNA and they will enhance DNA transcription and expression of the synthesis of some proteins. التستوستيرون زي ما قلنا في oral وفي natural and في synthetic زي الاستروجين والبروجستيرون. الناتشرال تستوستيرون لا يعطى orally فقط intramuscular أو كمان في patch في لصقات transdermal patch، لكن اللي هو السينثاتيك تستوستيرون ممكن يعطى كمان اورال. الديوريشن اوف اكشن اوف الانترامسكولار انجكشن از فيري شورت، عشان كده بنعمل له كونجكيشن ويز استرز تو ديكريز الابزوربشن وبرولونج الديوريشن اوف اكشن. التستوستيرون بيرتبط بحاجه اسمها سكس هرمون بايندينج جلوبولين اس اتش بي جي. ذيس سكس هرمون بايندينج جلوبولين هو اللي بيحمل كل السكس هرمونز كان استروجين بروجسترون تستوستيرون. التستوستيرون is excreted by urine ويعطى orally زي ما قلنا اللي هو synthetic، والnatural synthetic ممكن نعطوه subcutaneously or intramuscular. ايش السايد افكت لو جبنا تستوستيرون مثلا لفيميل؟ يحصل virilization اللي هو يحصل masculization، يعني تكون more as a male تسترجل يعني. ممكن يحصل أكني، حب شباب، الحب الشباب اللي هو في الميل أو الفيميل هو سببه الأساسي هو التستوستيرون.
في الميل اذا جبتوا تستوستيرون ممكن يحصل اوليجو سبيرميا. اوليجو سبيرميا اللي هي ديكريز في السبيرم كاونت. ليش بيحصل ديكريز في السبيرم كاونت؟ لانه انا بجيب اندو اكزوجينس تستوستيرون فبيعمل لي ديكريز للتستوستيرون في او اتروفي في التستس اللي ممكن يسبب اوليجو سبيرميا. بيعمل لي بيركوشيس بيبرتي اللي هو بلوغ مبكر او شورت ستيتس، يعني زي ما قلنا التستوستيرون صح انه بيطول بس بنفس الوقت بيعمل كالسيفيكيشن للابيفيزيال بليت. فممكن الشخص اللي اخذ حصل او اخذ جرعة عالية من التستوستيرون بعمر صغير بيكون اقصر لانه حصل ايش كلوجر للابيفيزيال بليت. It can cause cholestatic jaundice and hepatic carcinoma. التستوستيرون الزيادة كمان بيعمل لنا جايناكوماستيا لأنه بيعمل inhibition and atrophy للتستس فممكن يسبب لنا جايناكوماستيا. التستوستيرون عكس الاستروجين، الاستروجين كان بيقلل لنا ال LH صح، لكن التستوستيرون بيزود ال LH وبيقلل H ال LDL عفوا بيزود ال LDL وبينقص ال HDL فبيزود الكوليسترول ليفل عكس الاستروجين. كونترا انديكيشن، ممنوع اجيب لواحد تستوستيرون وهو عنده بروستات كانسر لان البروستات تشو بتعتمد على التستوستيرون زي البريست تشو في الفيميل، زي الاندوميتريال تشو كمان بالفيميل كان بيعتمد على الاستروجين. فهي البروستات تشو بيعتمد على التستوستيرون فممنوع اجيب تستوستيرون لواحد عنده بروستات كانسر. ممنوع اجيبه لواحد عنده ليفر ديزيز وكيدني ديزيز لان التستوستيرون بيتكسر في الليفر واكسكريتد في الكيدني، فلو جبته في الليفر ديزيز فبيزيد الليفل اوف تستوستيرون ان ذا بودي. ممنوع اجيبه لواحده بريجننت. التستوستيرون كمان بيعمل لنا ايش واتر ريتينشن فممكن ممنوع اجيبه كونجستيف هارت فيلير اند ات ويل بيحصل دراج انتر اكشن ويز ايبيليبسي اند انكريز الاتاكس اوف مايجرين. لمن بجيب التستوستيرون؟ واحد عنده testicular failure او عنده hypopituitarism as a supplement as بجيب له exogenous testosterone، او واحد عنده muscle wasting especially with chronic diseases like HIV او AIDS. فاحنا الان نعرف انه التستوستيرون have two effects، في عنده حاجة اسمها androgenic effect وفي عنده حاجة اسمها anabolic effect. يعني ايش anabolic effect؟ يعني التستوستيرون بيزود المسل بالك والفيزيكال اكتيفيتي والبون growth في اللي بياخد التستوستيرون يعني مثلا في الميل، فهو في عنده anabolic effect ويزود كمان الاثروبويسيس فهو بيقوي العظام والعضلات وبيزود ال HP في الميلز، هذه نسميها anabolic effect. لكن بنفس الوقت عنده حاجة اسمها androgenic